بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه واتباعه وعلينا وعلى مشايخنا وأساتذتنا وعلى ذوينا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. ربي تمن بالخير والسعادة والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. طيب ثم مسألة متعلقة بالإمام الخليفة وهو قول المصنف: ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا لا مختفيا ولا منتظرا. لماذا؟ يعني لو لم يكن ظاهرا فيتعطل أمور المسلمين. هكذا بعض قال يكون مختفيا عن أعين الناس أو يكون منتظرا. كذلك بعض شرط أن يكون معصوما فردا على أهل على هذه العقائد الفاسدة. قال المصنف: ثم ينبغي أن يكون الإمام ظاهرا ليرجع إليه. لو كان ظاهرا يمكن للناس أن يرجعوا إليه فيقوموا بالمصالح ليحصل ما هو الغرض من نصب الإمام. لو كان ظاهرا يرجع إليه فالناس يرجعون إليه بأمورهم فيستطيع أن يقيم مصالح المسلمين، أن يقوم بمصالح المسلمين. فإذا يحصل يعني يتحقق ما هو الغرض من نصب الإمام. ثم وإلا يتعطل هذا الغرض. لو لم يكن ظاهرا بل مختفيا، إلى أين يرجع الناس في أمورهم؟ كيف يحصلون مصلحتهم؟ كيف يحققون الغرض المقصود من نصب الإمام؟ لا يمكن. لذلك يجب أن يكون ظاهرا لا مختفيا عن أعين الناس خوفا من الأعداء وما للظلمة من الاستيلاء. هكذا قال بعض من الشيعة. يكون مختبيا لماذا؟ هو يخاف من الأعداء، وكذلك يخاف استيلاء الظلمة عليه، لذلك يكون مختبيا. فما الفائدة في هذا الإمام؟ لو كان الإمام هكذا يخاف ثم يختفي خوفا من الأعداء كذلك يخاف استيلاء الظلمة عليه، فما فائدته؟ وجوده وعدمه سواء. ينبغي أن يكون شجاعا كما سيأتي في شروط الخلفاء والأئمة. هو قرشي كذلك. ينبغي أن يكون شجاعا ثم ولا منتظرا. خروجه عند صلاح الزمان وانقطاع موارد الشر والفساد وانحلال نظام أهل الظلم والعناد. بعض قال هكذا: ينتظر خروجه، يعني حاليا هو مختفيا، ينتظر خروجه. متى يخرج؟ عند صلاح الزمان. فهذا الإمام لإصلاح الزمان، لإصلاح أبناء الزمان، ليس لخروجه عند صلاح الزمان. لا حاجة إلى خروجه
عند صلاح الزمان. هؤلاء ماذا فهموا؟ لا أدري. المخالفون من المبتدعات من الشيعة وغيرهم. ولا منتظرا خروجه عند صلاح الزمان، ومن بالدعي موارد الشر والفساد، بل لا يكون هكذا منتظرا، بل يجب ظاهرا يقطع موارد الشر. هذا من مسؤولياته، هو الذي يقطع موارد الشر والفساد. بعد الله ليس هكذا، ينتظر لاجل هذا. والنهي لنظام اهل الظلم والنداء، نعم. لا يكون منتظرا بل يكون ظاهرا. لكن ما زعمت الشيعة خصوصا الإمامية، يعني من الشيعة فريق فرقة جماعة سموا بالإمامية، هم يدعون 12 إماما معصومين، منهم أن الإمام الحق، خصوصا الإمامية منهم، يعني من الشيعة. ماذا زعموا؟ هذا بيان لزعمهم، أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علي رضي الله عنه، ثم ابنه الحسن رضي الله عنه، ثم أخوه الحسين رضي الله عنه، ثم ابنه علي زين العابدين رضي الله عنه، ثم ابنه محمد الباقر رضي الله عنه، ثم ابنه جعفر الصادق رضي الله عنه، ثم ابنه موسى الكاظم رضي الله عنه، ثم ابنه علي الرضا رضي الله عنه، ثم ابنه محمد التقي رضي الله عنه، ثم ابنه علي التقي، ثم ابنه الحسن العسكري، ثم ابنه محمد القائم المنتظر المهدي. هكذا هم قالوا، يعني 12 إماما. إذن لا كما زعمت الشيعة، فهذا القول يرجع إلى ما سبق من أن الخلافة، يعني إلى مسألة ترتيب الخلافة أيضا، أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، هكذا يدعو. أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ليسوا مستحقين، ليسوا أئمة حقا، هكذا يدعو. هذا دعواهم فاسد. ثم هم عددوا هكذا 12 من الأئمة. هذا الإمام يعني حسن العسكري ابنه محمد، محمد بن الحسن العسكري، الحسن العسكري نعم صحيح، لكن هل له ابن باسم محمد؟ هذا مختلف به. ثم هم يدعون هكذا له ابن، وهو الإمام 12، وهو المهدي المنتظر، وقد اختفى خوفا من أعدائه، والآن مختفي. هكذا هم قالوا. لماذا؟ خوفا من أعدائه، وسيظهر فيملأ الدنيا قسطا وعدلا. لو صلح الزمان ثم ماذا يبقى من ملء الدنيا قسطا وعدلا؟ هذا ملء الدنيا قسطا وعدلا عند ملئه ملأها جورا وظلما، كما ورد في الحديث الصحيح. فإذا ينبغي ظهور المهدي عند امتلاء الدنيا بالظلم والجور. هؤلاء يدعون يعني ان محمد المنتظر هو المهدي المنتظر، هو يظهر عند صلاح الزمان. ليس كذلك، هذا لا يدل عليه شيء من الادله الا خيالات هؤلاء الشيعه. ثم كما مليت جورا وظلما، هذا لفظ الحديث، لكن اعتقادهم ورأيهم لا يوافق هذا. ولم دنا في طول عمره، فإذا لو كان هو ابنه، فإذا كم عمره؟ ألا متى يظهر؟ يعني في آخر الزمان الإمام المهدي يظهر يعني قبيل الساعة. فإذا كم يكون عمره؟ أكثر من 1000 سنة.
هو يقول هذا يعني لمدنا أبي طول عمره وامتداد أيامه كعيسى والخضر عليهم السلام وغيرهما. عيسى نبي الله عيسى عليه السلام عمره طويل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بمدة يمكن 500 سنة أو رفع عيسى عليه السلام. ثم في آخر الزمان ينزل ويظهر يعني كم عمره. كذلك خضر عليه السلام قبل عيسى عليه السلام يعني في زمن موسى عليه السلام فحي باق وسيحيا إلى قيام الساعة. فإذا كم عمره فإذا هذا طول العمر ليس بممتنع وغيرهما غير عيسى والخضر هكذا من طال عمره. ثم وعند خبير بأن اختفاء الإمام وعدمه وعدمه سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة من وجود الإمام وأن خوفه من العداء لا يوجب الاختفاء بحيث لا يوجد منه إلا الاسم بل غاية الأمر أن يوجب اختفاء دعوى الإمامتي. نعم. ثم الشارح الطبرسي رحمه الله يرد على دعواه عند خبير بأن اختفاء الإمام وعدمه عدمه يعني عدم الإمام ليس عدم الاختفاء بل لم يوجد إمام أصلا لا يوجد إمام أو يعني اختفى إمام كلاهما سواء يعني كما قلت سابقا عدمه اختفاءه كلاهما سواء يعني يتعطل به أغراض المطلوبة. نعم سواء في عدم حصول الأغراض المطلوبة من وجود اللما وأن خوفه منها كذلك عند خبير بأن خوفه من الأعداء لا يوجب الاختفاء ممكن هو خاف من الأعداء هل يوجب هذا الخوف اختفاءه لا بحيث لا يوجد منه إلا الاسم لو اختفى يوجد هنا اسم فقط لا يكون مسمى بل يكون اسم فالناس يعني يعتقدون رجلا مخفيا إماما ماذا عمله وماذا وظيفته لماذا اختفى كل هذا بطلا. ثم بحيث لا يوجد منه إلا الاسم بل غاية الأمر أن يوجب اختفاء دعوى الإمامة يعني لو كان يخاف أعداءه فالذي يقتلي أن يخفي دعوى الإمامة كما في حق آبائه الذين كانوا ظاهرين على الناس ولا يدعون الإمامة يعني منذ علي رضي الله إلى الحسن العسكري هؤلاء 11 كلهم كانوا ظاهرين بين الناس حتى توفوا أخيرا توفي كل واحد إلى ذلك الوقت كان ظاهرا ولم يدعي أحد منهم الإمامة بخلافه هؤلاء الشيعة المبتدعة اعتقدوا هذا الدعوة فقط ولا يدعون الإمامة. وإذا هذا الرجل محمد بن حسن العسكري المهدي المنتظر في اعتقاد الشيعة هو يظهر ثم لا يدعي الإمامة كما فعل أجداده يقتفي بموقف أجداده. وهذا يكفي. ثم وأيضا عند فساد الزمان واختلاف الآراء واستلاء الظلمة احتياج الناس إلى الإمام أشد عند ذلك حاجة الناس إلى الإمام أشد فانقيادهم له أسهل في هذا الوقت هو يختفي. ثم بعد ذلك عند صلاح وانتظام أمور المسلمين وأمور الناس هو يظهر ماذا فائدة ظهوره؟ نعم يعني أسهل ثم ويكون من قريش ولا يجوز من غيرهم هذا الإمام لا بد أن يكون من قريش يكون قرشيا ولا يجوز من غيره ولا يختص ببني هاشم لا يختص ببني هاشم
لو كان من غير بني هاشم، يعني لو كان مطلبيا فلا بأس. وأولاد علي رضي الله عنه، يعني لا يختص بأولاد علي ولا ببني هاشم، بل يصح أن يكون من جميع قريش. يعني يشترط أن يكون الإمام الخليفة قرشيا لقوله عليه السلام الأئمة من قريش. هذا وإن كان خبر واحد، لكن لما رواه أبو بكر رضي الله عنه محتجا به على الأنصار ولم ينكره أحد فصار مجمعا عليه، لم يخالف فيه إلا الخوارج وبعض المعتزلة. نعم هذا خبر واحد، لكن حينما اختلفت الصحابة الذين اجتمعوا في بني سقيفة بني سعيدة لنسب الخليفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما اختلفوا استطاع أبو بكر رضي الله عنه أن ينفي هذا الاختلاف. كيف بنقل هذا الحديث؟ قال بعض منهم منكم إمام ومنا إمام، يعني من الأنصار إمام، يعني من أهل المدينة، ومن المهاجرين من أهل مكة إمام آخر. إذن هؤلاء الأنصار ليسوا من قريش، بل هم إما أوس أو خزرج، نعم ليسوا من قريش. فإذن حينما قال هو أجاب هكذا بهذا القول، فإذن هذا خبر واحد صحيح، لكن صار بمنزلة الإجماعي. ولا يشترط أن يكون هاشميا أو علويا، لما ثبت بالدليل من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه، مع أنهم لم يكونوا من بني هاشم، فإن كانوا من قريش هم قرشيون، لكن لم يكونوا من بني هاشم، لذلك لا يشترط أن يكون هاشميا ثم ولا علويا. فإن قريش اسم لأولاد النضر بن كنانة، فهاشم هو أبو عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي بن كلاب بن مرد بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة ابن إلياس ابن ملاراء ابن نزار ابن معد ابن عدنان. نعم هكذا. فالعلبية والعباسية من بني هاشم، لأن العباس وأبا طالب ابن عبد المطلب، وأبو بكر قرشي لأنه ابن أبي قحافة، عثمان ابن عامر بن عمرو بن كعب بن لؤي، وكذا عمر أيضا لأنه ابن الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزى ابن رياح ابن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي ابن كعب، وكذا عثمان هو أيضا قرشي لأنه ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فإذا هؤلاء قرشيون وليسوا هاشميين ولا علويين، لذلك لا يشترط أن يكون هاشميا أو علويا، ثم ولا يشترط أن يكون معصوما. لما مر يعني الإسمة ليست شرطا للإمام والخليفة، بل الإسمة شرط للنبي والرسول. لماذا لا يشترط أن يكون معصوما؟ لما مر من الدليل على إمامته أبي بكر رضي الله عنه مع عدم القطع بإسمته، إسمة أبي بكر ليس قطعية. فأيضا الاشتراط هو المحتاج إلى الدليل، يعني لو اشترط فالمشترط يحتاج إلى تقديمه أو إظهار الدليل وإثباته بالدليل، أما المنكر لا يجب عليه. وأما بعدم الاشتراط فيكفي عدم دليل الاشتراط. احتج المخالف بقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين، وغير المعصوم ظالم، هذا عهد الله سبحانه وتعالى على رأيه، فلا ينال عهد الإمامة.
والجواب المنع فإن الله لمن ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح فغير المعصوم لا يلزم أن يكون العالما فإن لا ينال عهدي الظالمين ما معنى الظالم؟ الظالم من ارتكب معصية مسقطة للعدالة مع عدم التوبة والإصلاح لم يتب ولم يصلح عمله هكذا يعني ارتكب معصية فسقطت عدالته فغير المعصوم لا يكون لا يلزم أن يكون ظالما هم استدلوا بهذه الآية على أن يشترط أن يكون الإمام معصوما فإذا هذا يدل على أن غير معصوم ظالم يصح استدلاله لو لزم أن يكون غير المعصوم العالم هذا ليس بلازم بل معصوم والعالم ومتقي عدل إذن الصحابة كلهم عدول ليسوا ظالمين ومع ذلك هم ليسوا معصومين هكذا كثير ثم وحقيقة الإسمة ثم ما معنى الإسمة أي ألا يخلق الله تعالى بالعبد الذنبا مع بقاء قدرته واختياره يعني الإسمة ليس أمرا اضطراريا بل الله تعالى لا يعني يخلق فيه ذنبا كيف لا يخلق ذنبا باختياره يعني عبد لا يختار الذنب هذا خلاصة عبد لا يختار الذنب يعني يبقى له قدرة واختيار ومع ذلك لا يختار هذا الذنب ولا يصرف قدرته إلى جهة الذنب هذا معنى العصمة وهذا معنى قولهم هي لطف من الله تعالى يحمله على فعل الخير ويزجره عن شرائع بقاء الاختبار مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء نعم هذا معنى قولهم هي العصمة لطف من الله تعالى يعني رؤوفة رحمة من الله تعالى يحمله يحمل المعصوم هذا اللطف يحمل المعصوم على فعل الخير ويزجره عن الشر يعني يمنعه يزجره يعني يمنعه عن الشر يعني المعصية هذا مع بقاء الاختيار تحقيقا لماذا تحقيقا للابتلاء لو لم يبقى الاختيار والكسب فلا يكون هناك معنى الابتلاء والاختبار والتكليف والثواب واللقاب لذلك هذا يبقى وذلك هو لا يختار ولا يخلق الله سبحانه وتعالى المعصية فيه ولهذا قال الشيخ أبو منصور رحمه الله تعالى العصمة لا تزيل المهنة العصمة لا تزيل المهنة يعني لا تنفي الابتلاء والتكليف وبهذا يظهر فساد قول من قال إنها خاصية بنفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه كيف ولو كان الذنب ممتنعا لما صح تكليفه بترك الذنب ولما كان مصابا عليه نعم فساد قول من قال ظاهرا ماذا قوله إنها يعني المعصية ألا العصمة العصمة خاصية بنفس الشخص يعني في ذهن الشخص أو في بدنه يمتنع بسبب هذه الخاصية صدور الذنب عنه هكذا هم قالوا لكن هذا ليس بصحيح ثم ولو كان الذنب ممتنعا فإذا هذا القائل قال الذنب ممتنع فإذا الشارع يرد عليه ولو كان الذنب ممتنعا كما قال هذا القائل لما صح تكليفه لكن الأنبياء مكلفون المعصومون مكلفون ما صح تكليفه بترك الذنب ولما كان مصابا عليه لا يصاب عليه
ثم ولا أن يكون أفضل أهل زمانه، هذا أيضا ليس بشرط، لأن المساوية في الفضيلة بل المفضول الأول الأقل علما وعملا ربما كان أعرف بمصالح الإمامة ومفاسدها. أفضل يعني المساوي في الفضيلة بل المفضول، كيف هذه الفضيلة باعتبار العلم والعمل، العمل الصالح المفضول الأقل علما وعملا، المفضول الأقل علما وعملا ربما كان عرف بمصالح الإمامة ومفاسدها، هذا هو المراد هنا. ولهذا جعل عمر رضي الله عنه الإمامة شورى بين ستة، مع القطع بأن بعضهم أفضل من بعض، فإذا أيا اختير ينفذ يعني اختيارهم. لو كان المختار مفضولا من بين هذه الستة ليس أفضل بل مفضول فيصح هنا، إذن هذا ليس بشرط. فإن قيل كيف صح جعل الإمامة شورى بين ستة مع أنه لا يجوز نسب إمامين في زمان واحد؟ لو جعل شورى بين ستة ممكن هم يختار اثنين، هنا لا يختار واحد واحدا، لكن هذا الأمر جعل بين ستة هذا مخالف منافي لكون الإمام في زمن واحد واحدا، كأن هنا يعني ستة نفر، ماذا للاتفاق والقرار على الخليفة، فإذا يكون هناك ستة نفر في هذا الوقت لحل أمور المسلمين، فإذا هل يجوز نسب إمامين؟ لا يجوز، فإذا كيف جاز هذا؟ جعل الشورى بين ستة؟ نعم، قلنا غير الجائز هو نسب إمامين مستقلين يجب طاعة كل منهما على الانفراد لما يلزم من ذلك من امتثال أحكام مضادة، وأما في الشورى فالكل بمنزلة إمام واحد. نسب إمامين مستقلين هذا ليس بجائز، يجب طاعة كل منهما على الانفراد لما يلزم من ذلك من امتثال أحكام مضادة متضادة، ممكن هذا أحدهما يحكم بحكم والآخر يحكم بضده، هذا يعني إمكان يكفي لامتناع هذا الأمر. ثم في زمان واحد قلنا غير الجائز على الانفراد لما يلزم من ذلك من امتثال أحكام مضادة، وأما في الشورى فالكل بمنزلة إمام واحد، ستة نفر موجود لكن هذه الستة بمنزلة خليفة واحدة. نعم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.